ولنقاش هذا الملف يحضر معنا في الاستوديو الباحث في الشأن العراقي الأستاذ شاهو القرداغي، أهلا بكم. تحياتي لكم. سيكون معنا أيضا عبر الهاتف من ستوكهولم الدكتور علي الجابري، رئيس تحرير صحيفة يورو تايمز، أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا. والبداية مع أستاذ شاهو في الاستوديو، كيف تفسر هذه الحشود التي تتواجد منذ الآن قبل تظاهرات الجمعة التي كانت مفروض أن تنطلق الجمعة بدأت اليوم؟ تحياتي لكم وللضيف الكريم والمشاهدين الكرام. حقا المتظاهرون عندما خرجوا في 1 أكتوبر من هذا الشهر كان لديهم مطالب معينة، وقدموا مهلة للحكومة لتنفيذ هذه المطالب، لأنهم لم يعودوا إلى منازلهم خوفا من الآلة القمعية التي قمعت المتظاهرين بشكل قاسي وبشكل عنيف جدا، ولكن أمهلوا الحكومة فترة معينة لتقديم إصلاحات حقيقية وإنجاز هذه الإصلاحات في هذه الفترة، ولكن الآن شعروا أن الحكومة لم تقدم هذا الأمر، بل تكررت ما فعله الحكومات السابقة من تقديم وعود تخديرية في محاولة ضبط إعادة الشارع إلى إعادة المواطنين إلى بيوتهم وإنهاء الحراك الجماهيري. وبالتالي أعلنوا الخروج مرة أخرى في يوم غد 25 من أكتوبر في موجة جديدة، من الآن المواطنين يخرجون إلى الشوارع. وبالتالي الحكومة أيضا مصدومة من شدة الحراك الموجود الجماهيري والذي لم يتأثر بالآلة القمعية. لكن المعذرة على المقاطعة، لماذا تم استباقه بساعات؟ طبعا هناك حماس جماهيري، وهناك الحاجز الخوف الذي حاول الحكومة من اليوم الأول للمظاهرات عن طريق حظر التجوال وقطع الطرق و يعني زرع الميليشيات في كل مكان في كل الشوارع في بغداد. هذا الحاجز انكسر أمام المواطنين، لم يعد بإمكان الحكومة العراقية أن تخيف المواطنين أو تقول أن الإرهاب قادم أو هناك خطر على البلاد، لأن المواطنين اعتادوا على هذه، جربوا كل هذه الخدع، أدركوا أن هذه مجرد أشياء كاذبة لا أصل لها ومحاولة لتخدير الجماهير من جديد، وبالتالي خرجوا بهذه الكثافة، ومن الآن هم خارجون ومن الآن هم يصرون على مطالبهم، وهو استقالة عبد المهدي، تقديم الفاسدين إلى العدالة، وأيضا انتخابات نزيهة بإشراف أممي بإشراف دولي لا يشارك فيها الأحزاب التي تورطوا في ملفات الفساد سابقا. ننتقل للدكتور علي الجابري. دكتور علي، الحكومة من جانبها استنفرت قواتها الأمنية وتحدثت عن نزول قوات جديدة إلى أيضا أمام المتظاهرين والتظاهرات، ماذا تتوقع بهذا الخصوص؟ هل ستقمع التظاهرات مرة أخرى أم أن هذه القوات نزلت من أجل حماية المتظاهرين؟ شكرا لك وتحياتي لكم للضيف الكريم. أنا فيما يتعلق بقمع التظاهرات فالأمر مرتبط بما تؤول إليه النتائج يوم غد من مطالب المتظاهرين وقوة هذه التظاهرات. هذه الحكومة وهذه الأحزاب لن تتوانى عن قتل وقمع المتظاهرين إذا ما شعرت بالخطر. غدا إذا ما حاول المتظاهرون الوصول إلى المنطقة الخضراء، وهناك الآن الكثير من المتظاهرين يخططون للعبور إلى المنطقة الخضراء، فسوف يقمعون هذا الشعب مثل ما قمعوه في الأول من أكتوبر، طالما أن المجرم ما زال حرا طليقا، طالما أن القناص ما زال حرا طليقا. حاولت الدولة الحكومة هذه أن تغطي على جرائم القاتل الحقيقي الذي ما زال يرعب الناس، ما زال قوات أمن الحشد التي تشكل رعب كبير إلى المتظاهرين وإلى الناشطين وإلى الكثير من الإعلاميين. فالموضوع الآن هم في حرج، يحاولون أن يظهرون هذه التظاهرات بالطريقة الصحيحة، أن لا تتم هناك اعتداءات، لكن إذا ما هزت عروشهم هذه التظاهرات سيظهر الوجه الحقيقي لتلك الأحزاب العميلة التي تحاول بكل الوسائل السيطرة على المتظاهرين ومحاولة إقناعهم ببعض الإصلاحات. مطالب المتظاهرين الرئيسية واضحة، لا يمكن القبول ببديل عنها. المطالب إسقاط هذه الحكومة وإسقاط هذه العملية السياسية الفاشلة التي تنتج حكومات فاشلة يوم بعد آخر.
فهذا هو المطلب الحقيقي وعليهم أن يسمعوه. الحديث عن المطالب دكتور علي الجابري ستبقون معنا، نعود لضيفنا في الاستوديو. الحديث عن هذه المطالب يقترن بهتافات سمعناها منذ مطلع الشهر الحالي وتكررت اليوم عشية انطلاق التظاهرات من جديد تتعلق بإيران. كيف تفسر ظهور هذه الشعارات مجددا وتمسك المتظاهرين بها؟ هذه الشعارات التي تطالب بإخراج إيران وإنهاء نفوذها في العراق، يعني إدراك ووعي عند المواطن العراقي بأنه يجب أن يخاطب الأصيل مباشرة وليس الوكيل. يعني هناك إدراك بأن الأصيل الذي يحكم العراق وأيضا يسيطر على الأحزاب الدينية والميليشيات الطائفية والمؤسسات الدينية وباقي المؤسسات في العراق هي إيران، وبالتالي يجب مخاطبة إيران بشكل مباشر بدل مخاطبة حكومة عراقية عاجزة عن تقديم أي شيء أو عن تغيير أي شيء للواقع العراقي الذي نراه اليوم. المواطنون طالبوا عبد المهدي وطالبوا بإصلاحات معينة، طالبوه بتغيير بالكشف عن الميليشيات التي قتلت المواطنين، ولكنه لم يفعل أي شيء. هذا دليل على عجزه عن محاسبة هذه الميليشيات، وبالتالي المواطن أصبح يدرك أن التدخلات الإيرانية في العراق أصبح له تأثير سلبي على الأوضاع المعيشية. إيران نجحت في فرض نفوذ سياسي وعسكري عن طريق الميليشيات والأحزاب، ولكنها فشلت في تقديم أي مشروع اقتصادي، فشلت في تقديم أي مشروع حضاري، فشلت في تقديم أي مشروع خدماتي. وهذا قد تنجح إيران، نجحت في السابق في استخدام الورقة المذهبية للسيطرة على المجتمع، لتمزيق المجتمع، لتخويف طائفة من طائفة أخرى. ولكن هذا الأمر لا يستمر، لأن المواطن التأثير الاقتصادي عليه واحتكاكه بالحياة اليومية وشعوره بالأزمة الاقتصادية، هذا يؤثر على خياراته ويطالب بإنهاء هذا التدخل الإيراني الذي يسبب هذه المشاكل. وطبعا التدخل الإيراني ليس مباشر بل عن طريق أحزاب وميليشيات معينة، وما نراه اليوم من هتافات تطالب بإنهاء هذا التدخل هو وصول المواطن إلى وعي كامل بأن التدخلات الإيرانية أصبحت لديه تأثير سلبي ويجب أن ينتهي، وهو أول الشروط لإنهاء المنظومة الفاسدة الموجودة في العراق. نعم دكتور علي، فيما يتعلق بتفاعل ومشاركة الجاليات العراقية في أوروبا وفي العالم بصفة عامة مع هذه التظاهرات، ما حجم هذا التفاعل وهل تشعرون بالرضا عن هذا الحراك؟ بالحقيقة أنا أشعر بفخر كبير من دور الجاليات العراقية في الدول الأوروبية. هناك نشاط كبير من خلال تظاهرات مستمرة، هناك يوم غد تظاهرات في أغلب البلدان الأوروبية، أيضا خططنا لتظاهرات يوم الأحد القادم، كان الهدف منها أن نراقب ماذا سيحصل في بغداد من انتهاكات يوم غد لكي نطلع الرأي العام العالمي عليها يوم الأحد في التظاهرات. أيضا لدينا هناك تحرك سياسي على البرلمانات الأوروبية، كان لقاء مع البرلمان السويدي لدينا في الأيام الماضية أثمر عن رسالة خرجت من البرلمان إلى وزيرة الخارجية السويدية تطالبها بموقف من الحكومة العراقية وما تقوم به من قمع. وأيضا لدينا موعد بمقابلة خلال أسبوع مع وزيرة الخارجية السويدية، بدأنا نجمع كل الفيديوهات التي تتعلق بالانتهاكات التي حدثت خلال الفترة الماضية، وستعرض على شكل فيلم وثائقي أمام وزيرة الخارجية السويدية وبدورها ستعرضها على، وهكذا الحال بالنسبة إلى بهذه المناسبة دكتور، كيف تقيمون ردات الفعل أو المواقف الأوروبية والعالمية من الحراك في العراق؟ ولذلك أنا قلت لك أحيي الجاليات العراقية، لا أقصد الجاليات بل هي مواقف الدول الأوروبية. أنا أفهم سؤالك. المعروف عن المجتمع الأوروبي أن يكون بطيئا في اتخاذ ردود فعل إلا في حالات استثنائية. وهكذا الحال بدل موضوع القضية العراقية، لكن وصول الجاليات بهذا السرعة إلى البرلمانيين وإلى الحكومات وفي هذه التظاهرات جعل الكثير من الحكومات تقدم موقف، جعل الاتحاد الأوروبي يقدم موقف سريع، وأرسل الاتحاد الأوروبي رسالة إلى الحكومة العراقية يدين كل الانتهاكات التي حدثت من قمع المتظاهرين مروراً بقطع الإنترنت وصولاً إلى
تهديد وتخويف الناشطين والصحفيين والإعلاميين والهجوم على وسائل الإعلام. نعم دكتور علي، باعتبار أنكم أشرتم لشبكة الإنترنت، سؤال لضيفنا في الأستوديو. الحكومة كانت نفت في الأيام القليلة الماضية أنها تنوي قطع الإنترنت ابتداء من صباح الجمعة إلى غاية يوم السبت، ثم الناشطين اليوم في العراق يعانون من ضعف في شبكة الإنترنت وعدم إمكانية الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي. كيف تفسر هذا التناقض؟ أي ضعف في شبكات الإنترنت أو قطعه يدل على قرب ارتكاب جرائم بحق المتظاهرين، وبالتالي محاولة لكتم هذه الأصوات وأيضا منع خروج المقاطع التي تثبت ارتكاب الجرائم الموجودة. نحن أيضا في الموجة الأولى للمظاهرات رأينا أن الحكومة تؤكد على حق التظاهر ولكنها تقطع الأنترنت، لأنها كانت تريد أن تمنع خروج الجرائم المرتكبة في الشارع العراقي للعالم، ولكن على الرغم من ذلك أيضا وصلت إلى هذه الرسالة للحكومة بأن هذه الوسائل لا يمكن أن تغطي الحقائق وإن الحقيقة سوف تظهر بلا شك. وهذه المرة أيضا رغم أن الحكومة تخشى أن تعلن أنها تنوي قطع الإنترنت، ولكن لا نستبعد أن تتخذ هذا القرار إذا شعرت أن هناك خطر حقيقي وأن المتظاهرين أعدادهم بالآلاف وأنهم قد يشكلون خطر على مصالح الأحزاب السياسية الموجودة. وبالتالي عادل عبد المهدي عاجز عن هذا الأمر، هناك أطراف أخرى تقرر وتقرر قتل المتظاهرين، تقرر إعلان حظر التجوال، تقرر قطع الأنترنت، وبالتالي هو فقط يخرج للإعلام ليقدم بعض الوعود ويحاول تجميل الواقع ويحاول تخدير المواطنين. هذا وظيفته، وإلا كلامه بعيد جدا على أرض الواقع. وأنا لا أستبعد أن يتكرر هذا السيناريو هذه المرة أيضا ويتم قطع الأنترنت في سبيل قمع المتظاهرين من جديد. نعم دكتور علي، في الحقيقة ما حدث من نتائج مصدر من نتائج للجنة التحقيق دفع بعض المراقبين إلى الخشية على المتظاهرين مرة أخرى من تكرار ارتكاب هذه الانتهاكات والاعتداءات بحقهم، وبالتالي نعقد لجنة تحقيقية أخرى وتخرج بنتائج مثل هذه النتائج التي تابعناها جميعا. ما توقعاتكم بهذا الشأن؟ أخي العزيز، أنا كما قلت لك هذه الانتهاكات سوف تزداد وتستمر في حالة هذه الأحزاب شعرت أن هناك خطر يداهم، خطر حقيقي يداهمها ويعرضها إلى الخطر ويعرضها إلى الإبعاد عن الحكم. سنرى انتهاكات لم يشهد لها العالم مثيلا في حال مست هذه التظاهرات، مست العصب الرئيسي لهذه الأحزاب الفاسدة ولهذه الميليشيات التي قمعت المتظاهرين وقمعت اللجنة التحقيقية في قمع المتظاهرين. حتى اللجنة التحقيقية هذه كانت تتعرض للقمع بحضور أبو زينب اللامي، الرجل المتهم بقتل المتظاهرين ومسؤول عن أمن الحشد الذي خلق رعبا داخل بغداد منذ الأول من تشرين وحتى الآن، يحضر إلى اللجنة التحقيقية لكي لا يجرؤ أي شخص من أعضاء اللجنة التحقيقية أن يؤشر على أي من فصائل الميليشيات التي كانت هي التي قمعت المتظاهرين. وكل الناس في بغداد وكل الناشطين في العراق يعلمون جيدا أن الميليشيات هي التي قمعت وهي التي قتلت وهي التي استخدمت القناص وهي التي ارتدت الرداء الأسود، ولكن لا أحد يجرؤ على محاسبتها. هذه التجربة ستتكرر إذا ماش الآن هم طبعا يحاولون أن يظهرون القضية سلمية وأن هناك توافق بين القوات الأمنية ولم يسمحوا بأي خرق طالما أنه لا يمس عروشهم. لكن صدقني وسجلها علي، إذا ما شعروا أن هذه التظاهرات ستمس عروشهم سينتقمون من هذه الجماهير انتقاما لم يشهد له العراق مثيلا. نعود لضيفنا أستاذ شهو، نقابة المحامين خرجت ودعت الحكومة للاستجابة لمطالب الشعب، ما مدى أهمية خروج نقابة كنقابة المحامين في الضغط أكثر على الحكومة وانضمامها للمتظاهرين؟
بلا شك الآن أي مؤسسة أو نقابة أو جمعية داخل العراق تساند المتظاهرين، هذا دعم معنوي كبير جدا في ظل القمع الموجود. في البداية نحن رأينا أن الأحزاب السياسية حاولت أن سكتت، يعني اختارت خيار الصمت ولم تحدد تتكلم بشيء عن المظاهرات، وبعدها الجميع أيد التظاهرات، يعني بعدما حصل وقوع بعدما وقع الضحايا وبعدما حدث هذه الأحداث المؤلمة الجميع أيد التظاهرات، واليوم نرى أن قادة أغلب الأحزاب السياسية يؤيدون التظاهرات وبالتالي يحاولون ركوب الموجة. هذه المؤسسات وغيرها أيضا عندما نرى أن قادة الأحزاب السياسية التي مشاركة هي أيضا في العملية السياسية ومتورطة في الفساد هي أيضا تدعم المتظاهرين. لا، نحن نتحدث عن نقابة المحامين من منطلق عدم استقلالية القضاء، لكنهم على الأقل سجلوا موقفا وكانوا تحدثوا عن استعدادهم للدفاع عن المتظاهرين الذين تم اعتقالهم من هذا المنطلق. بلا شك هذه النقابة وأيضا أي مؤسسة أخرى تقدم الدعم للمتظاهرين هي بلا شك تقف مع صفوف الجماهير وتقف مع الصف الحق وأيضا تواجه الآلة القمعية الموجودة، لأنه لا يمكن لأحد أن يتجرأ ويدعم المتظاهرين الآن في الوقت الحالي. الناشطين نحن نسمع أخبار عن هروبهم إلى إقليم كردستان العراق أو إلى الخارج خوفا من التهديدات التي تتعرض لهم، رغم تأكيدات الحكومية بأنها تحمي المتظاهرين والناشطين، إلا أن الآلة القمعية موجودة إلى الآن والصحفيين والناشطين يهربون أو ينتقلون من بيت إلى آخر خوفا من الميليشيات الموجودة. وبالتالي أنا أثمن دور هذه الأطراف التي تؤكد على حق التظاهر السلمي وأيضا تقدم الاستعداد للدفاع عن المتظاهرين، لأنهم بحاجة إلى هذا الدعم في هذا الوقت الحالي، وخاصة أنهم خرجوا وهم سلميون ولا يعني لا يمتلكون أي شيء إلا هذا الدعم الذي نقدم لهم نحن وهذه الأطراف الموجودة. نعم. دكتور علي، سمعتك تتكلم مرارا عن أن هذه الأحزاب أو هذه السلطة الموجودة الآن الحاكمة في العراق إذا شعرت بأن عرشها سيمس من هذه الجماهير الغاضبة التي خرجت على الفساد والفاسدين فإنها لن تسمح بذلك وستتعامل معه بقوة، ألا يوجد حل وسط لكل هذه المشكلة الكبيرة الحاصلة الآن بين مطالب الجماهير المشروعة وبين رغبة هؤلاء أو هذه القيادات في السيطرة على الحكم والبقاء في الكرسي؟ أخي العزيز، الحل الوسط هو ما تبحث عنه هذه الأحزاب الفاسدة. لنكن صريحين، بعد تجربة 16 عام من 2003 إلى الآن لم تثبت أي من الأحزاب الموجودة في العملية السياسية الفاشلة هذه، لم تثبت أنها مع الشعب العراقي، وكانت عدوا للشعب العراقي ونهبت ثروات الشعب العراقي وقتلت أبناء الشعب العراقي. إذن المطلب الحقيقي هو إسقاط هذه العملية السياسية وإسقاط هذا الدستور الفاسد الذي جاء بهؤلاء، وقبل ذلك إبعاد الجهة الرئيسية التي تتحكم بالعراق. العراق أصبح ضيعة إيرانية وعلينا أن نعترف بذلك بفضل هذه الأحزاب الفاشلة. إذن هم سيبحثون، وأنا أقول لك من الآن سيقال عادل عبد المهدي، والآن هم يبحثون عن وجوه بديلة قد ترضي جزء من الشارع العراقي، يبحثون عن أسماء ربما يرتضي بها البعض. لماذا؟ لكي تبقى هذه الأحزاب على نفوذها وعلى سيطرتها. وصلت الفكرة دكتور علي الجابري، شكرا لك رئيس تحرير صحيفة يورو تايمز. نعود باختصار أستاذ شاهو، توقعاتكم لمظاهرات الغد؟ أتوقع أن المظاهرات ستكون كبيرة جدا، ومن الممكن أن وهناك أمل كبير عليها لأن تحدث تغيير قادم في النظام السياسي في العراق وأن تحقق كامل مطالبها في حال لم يتم تحريفها عن مسارها ولم تستخدم الحكومة القمع معها. شكرا جزيلا لكم أستاذ شهو القرداغي الباحث في الشأن العراقي، كنت حاضرا معنا في استوديو رفيدينا.